السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا أجمل وأروع متابعين؟ حبيت أشكركم على 30,000 مشترك، وإن شاء الله لو قربنا نوصل 50,000 وأكيد بنوصل 100,000 والمليون والعشرة المليون، هذا بدعمكم يا حبايب. أهم شيء قبل مشاهدة الفيديو لا تنسوا ما تضغطوا لايك وتشتركوا في القناة وتكتبوا تعليق ما يعجبكم في تصوير اليوم. اليوم نرجع لعنوان الفيديو الذي نشرنا الفيديو من شأنه دولتين ما حدش عارف بها، وهي يعني في السياحة وفي التجارة وكل شيء مشهورة لكن ما حدش عارف عنها شيء، وأكيد حابين تعرفوا هاتين الدولتين. أول دولة دولة الجبل الأسود، من قد سمع بها؟ المصور رفع يدك قال هو دولة الجبل الأسود، هي دولة في البلقان الجبل الأسود أو دولة مونتينيغرو، إن شاء الله أني نطقت الاسم صح. هي دولة تقع في جنوب أوروبا، وكانت إحدى الدول الاثنتين المشكلتين لاتحاد صربيا والجبل الأسود في 21 مايو 2006. جرى استفتاء للانفصال عن صربيا، وقد أيد الانفصال 55%. تبلغ مساحتها حوالي 13,812 كيلو متر مربع، يعني هي قصيرة في المساحة صغيرة، وعدد سكانها حوالي 650,000 نسمة فقط، وعاصمتها بودوغوريتسا، وإن شاء الله العاصمة نطقنا اسمها صح، وعدد سكانها 117,875 نسمة، عدد سكان العاصمة. تتبع قارة أوروبا، العاصمة وأكبر مدينة فيها هي بودوغوريتسا، عدد سكانها 621,873 في العام 2020. اعتمد شعار جمهورية الجبل الأسود في 13 تموز يوليو من سنة 2004 من قبل تمرير القانون في البرلمان والمونتينيغري، وهو الآن الشكل المركزي لعلم الجبل الأسود وكذلك شعار النبالة لجيش جمهورية الجبل الأسود، كما أنه سجل دستوريا بحسب موجب الدستور المونتينيغري الذي أعلن في 22 الأول أكتوبر من سنة 2007. حبيب قلبي، نشي نعرف هل اليمنيين، مش اليمنيين هو عدة الناس مش عارفين به، بس نبصر عندنا نشوف اليمنيين هم عارفين بها أو ماشي، نخرج نسأل ونشوف. شاهدوا معانا حبايب قلبي، ولا تصيروا هنا ولا أنا، خلوكم معانا على المقطع ورب الكعبة. السلام عليكم أخي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ الحمد لله. مش أنت لك سؤال عادي نسألك؟ عادي تفضلوا. أين تقع جمهورية الجبل الأسود وماذا تعرف عنها؟ جمهورية الجبل الأسود. أيوة. تقع في قارة آسيا. أيوة صح. ويحدها اسمها روسيا. صح. ماذا تعرف عنها؟ يعني أعرف عنها أنها مناظر طبيعية وجميلة وفيها مناظر يعني تعجب الناس كثير كان. صح هذا صح. وشكرا لك على الجواب. عفوا. الله خالك ما يلزمك. السلام عليكم أخي، كيف حالك؟ نحمد الله. إيه معك سؤال بس اللي نسألك فيه عادي. عادي. ماذا تعرف عن جمهورية الجبل الأسود؟ والله ما لي علم. هكذا كلمة. السلام عليكم. السلام عليكم. ممكن أسألك سؤال؟ تفضل. ماذا تعرف عن جمهورية الجبل الأسود؟ ما أعرف حاجة. شكرا لك. السلام عليكم أخي. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك؟ الحمد لله. كيف أنت؟ بخير. ماذا تعرف عن جمهورية الجبل الأسود؟ الجبل الأسود؟ أيوه. والله ما أنا أعلم. مش التالي من مرة؟ والله حاضر. خلاص شكرا. حاضر. السلام عليكم أخي. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ الله يعافيك. ماذا تعرف عن جمهورية الجبل الأسود؟ أول مرة أسمع هذا السؤال. جمهورية الجبل الأسود يعني تكون معروفة شوية. والله ما أدري. حسنا تمام شكرا. بعد أن شاهدنا وإياكم ردة فعل الجماهير كيف كان، يعني أول ما سمعوها استغربوا أكثرتهم، وبعضهم يعني عرفوا بها، عرفوا بها المثقفين هذيك الدرسوا. يعني حابين نشوف دولة الرأس الأخضر، هي اسمها جمهورية كابو فيردي أو جمهورية الرأس الأخضر. هي دولة جزيرة في قارة أفريقيا، تتكون من أرخبيل مؤلف من 10 جزر بركانية، تقع في وسط المحيط الأطلسي إلى غرب من سواحل شمال أفريقيا. كانت في فترة من الفترات مركز لتجارة العبيد عبر الأطلسي. عاصمتها بريا. القارة أفريقيا، عدد سكانها 543,767 للعام 2018. العملة إسكودو جزر الرأس الأخضر. الرئيس خورخو كارلوس فونسيكا. بس
نشوف إياكم ردة فعل الجماهير على هذه الدولة الرأس الأخضر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. ممكن نسأل سؤال؟ تفضل. ماذا تعرف عن جمهورية الرأس الأخضر؟ الله ما أعرف. شكرا لكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ممكن أسألك سؤال؟ تفضل. ماذا تعرف عن جمهورية الرأس الأخضر؟ هي دولة إفريقية تقع في المحيط الأطلسي، تكون من 10 جزر، وفيها أشخاص قليلين، يعني حوالي 65 ألف شخص. شكرا على الإجابة الصحيحة. حبايب القلب الروح، والله أنتم مكانكم في القلب، أنتم أسرة نوح الحويتي، يعني 30 ألف ما شاء الله. حبيت أقول لكم تشتركوا في القناة وتضغطوا لايك في نهاية الفيديو، وتعذرونا عن أي تقصير من ناحية تصوير، هزوزة، صوت مش واضح، منظر مش لايك، يعني معانا إن شاء الله ويتغير كل شيء، وهذا كله بدعمكم، واستودعتكم السلامة حبايب القلب الروح. اللهم احفظ اليمن وأهلها، اللهم من أرادنا وبلادنا وديننا وأمتنا بسوء فاجعل كيده في نحره.